مواقف متشددة دولية للأسف، إذا حبينا نعمل قراءة كده لمشهد الأطراف الدولية وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، تصميم على عدم تمرير قرار بوقف إطلاق النار عبر مجلس الأمن. امبارح شفنا حديث من وزير الخارجية أنه لن يسمح بذلك حتى لا تعيد الحماس قدرتها القتالية، فيجب أن تستمر إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتستكمل العملية العسكرية. شايف موقف الأمريكي إزاي يا فندم دلوقتي؟ بمنتهى الصراحة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الحالية الديمقراطية برئاسة جو بايدن هي في واقع الأمر التي تشن الحرب على فلسطين، وإسرائيل ما هي إلا أداة فهذه الحرب الأمريكية على فلسطين وعلى العرب وعلى المسلمين. إحنا تعودنا، أو على الأقل الجيل اللي أنا بنتمي إليه واللي عاصر حروب كثيرة بين مصر وإسرائيل وبين فلسطينيين وإسرائيل، اتعودنا مش مفاجأة التأييد الأمريكي لإسرائيل. صحيح. وإحنا الشهر الماضي احتفلنا بمرور نصف قرن على حرب أكتوبر. وإذا كلمتكم على التأييد الأمريكي لإسرائيل في حرب أكتوبر هيكون خير مثال على هذا التأييد. لكن هذه المرة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الرئيس بايدن شخصيا اللي هو أول رئيس أمريكي منذ 48 يزور إسرائيل وإسرائيل في حرب مع العرب، وليس هذا فقط، وإنما يشارك في اجتماع لمجلس صحيح. الحرب الإسرائيلي. الرواية الأمريكية لهذا الاجتماع هو أن الرئيس الأمريكي كان يود الاستماع إلى وجهات نظر القادة الإسرائيليين ويطرح عليهم أسئلة، لكن وجوده في مجلس الحرب الإسرائيلي يوم 18 أكتوبر يعني بعد 11 يوم أو 10 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجوده صحيح. على المستوى الرمزي ده أكبر دليل على تواطؤ أمريكي صارخ صحيح. مع إسرائيل في هذا العدوان. فاللي بيدير المشهد في غزة النهاردة وفي الشرق الأوسط هي الإدارة الأمريكية. في جزء من هذا الموقف يتصل طبعا بحماس، لكن في جزء بقى اللي هو يتصل بما هو قادم. يعني عندما نحلل الموقف الأمريكي الحالي نركز على ما تعده الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل للشرق الأوسط القادم، سيناريوهات ما بعد الحرب، يعني بعد ما الحرب تنتهي. وهم نفسهم قالوا، سواء الإسرائيليين أو الأمريكان، قالوا إن الشرق الأوسط بعد ما هتنتهي هذه الحرب لن يكون مثل الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر. ومصر في المعادلة، وعشان كده امبارح ما كانش مصادفة إن موقع إسرائيلي غير معروف، موقع إسرائيلي غير معروف ينشر الخبر التالي، إن وزارة المخابرات دي هي بتعد تقارير وبتتعرض على كافة، على الجيش، على قوات الاحتلال، على قوات الإسرائيلية وعلى الأجهزة الأمنية وعلى الحكومة. فإنه وزارة المخابرات الإسرائيلية أعدت تقريرا في 13 أكتوبر الماضي بتقول فيه إيه؟ بتقول إنه الفلسطينيين في غزة يذهبوا إلى سيناء. مكتب نتنياهو علق
علق رسم وقال دي كونسبت بيبر. كونسبت بيبر يعني ورقة أو بحث للتداول للدراسة. فأنا ليه ضربت بالمثل دوت؟ عشان ده متصل بالشرق الأوسط اللي الإدارة الأمريكية بتخطط له. وزيارة بايدن أعلن أمس إن قصدي بلينكن هيقوم بالجولة الثانية للشرق الأوسط، هيبدأها بإسرائيل يوم الجمعة. ودي نقطة محتاجين نتكلم فيها. يعني في أقل من أسبوعين أو في 10 أيام زيارتين لنفس المنطقة، وبتكون إسرائيل في حالة حرب، ويتم الزيارة لتاني مرة، ده شيء في منتهى الغرابة. وبعدين مش بس في منتهى الغرابة، منتهى الفجاجة في الموقف، لو يجوز لنا استخدام التعبير. حضرتك الزيارة دي إطارها بيختلف عن الإطار الأول. الزيارة الأولى كان لسه إسرائيل ما الحملة القصف الغير مسبوقة اللي رأيناها كلها. يعني الزيارة الأولى حضرتك تمت يوم يمكن 8 أو 9 أكتوبر، وجولة في الشرق الأوسط زار خلالها، طبعا بدأها بإسرائيل، الجولة الثانية هيبدأها بإسرائيل، ثم زار المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، الأردن. وأعتقد أن الجولة الثانية بس الإطار اختلف. الإطار اللي اختلف، وأعتقد أن الموقف المصري وهو موقف، يعني اتصالا بالحضرتك قلته، الدبلوماسية المصرية، الموقف المصري كان حاسما وأدى إلى تغيرات في المواقف الأمريكية والموقف الدولي. هذا بالإضافة إلى أن مصر في تحركاتها الدبلوماسية بتنسق مع الدول العربية. فالإطار هو المرة دي، أنا في تصوري أن وزير الخارجية الأمريكية جاي في الجولة الأولى ما تكلمش على هدنة إنسانية، في الجولة الأولى ما تكلمش على مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، ما تكلمش المرة دي، هو جاي يتكلم على كده.